الكاتبه الصحفيه نشوى الحوفي اللي طلبت المداخله، واضح انها كانت متابعه الحوار. استاذه نشوى معلش ما عنديش وقت كتير، لازم يعني يبقى الوقت المتاح ليكي قصير، اتفضلي انت ضيفتنا على عيننا وراسنا. يا رب يخليك. ميرسي. مساء الخير. كل ضيوفك يا استاذ معتز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ يعني منتصر الزيات بيتكلم على لجنه المصالحه في جنوب افريقيا. اللجنه دي يا استاذ منتصر ما اتعملتش غير سنه 96، قعدوا من 94 ل 96 يبنوا في الدوله، فدي حاجه مهمه قوي. ولما قعدوا يعملوها عملوها علشان المصارحه والمصالحه. يعني نعترف احنا عملنا ايه؟ يعني نعترف بغلطنا وبعدين نتصالح، وكل واحد يقول هو عمل ايه. الاهم يا استاذ منتصر الحقيقه حضرتك بتقول ان الشعب المصري ارغم في 30/6 على النزول. انا الحقيقه ما اعرفش ان الشعب المصري ارغم، اول مره اسمع ده. نمره 2، هل حضرتك مصره على توصيف الاخوان المسلمين او تلك الجماعات انها كانت قادره على تحريك 35% مليون هي كمان، بمنطق ان اللي كان ايد الفريق شفيق 49.5 واللي أيد دكتور مرسي 50.5، يبقى احنا كده 50-50. عفوا سيدي الفاضل، دي مغالطة عنيفة، لأن نسبة اللي صوتوا في الانتخابات الرئاسية في 2012 لم يتعدى 12 مليون وكسور. يعني في أكثر من 17 مليون ما تحركوش من أماكنهم، فما أقدرش أقول 50-50. نمرة 2، هو الدكتور مرسي ما جابش ليه يا أستاذ منتصر في الجولة الأولى أكتر من 5 مليون؟ ما تنساش إن 7 مليون كانوا عصرين الليمون. الحقيقة أنا هنا مش بتكلم على اللي فات. العصرين الليمونة دول لا يساووا يا أستاذ منتصر قدرهم أهمية في الشعب المصري. أنتوا هتعملوا لهم قيمة؟ العصرين الليمونة 7 مليون. هتعملوا لهم قيمة يا أستاذة نشوى؟ 7 مليون يا أستاذ منتصر. طول عمرهم بينزلوا انتخابات وبيسقطوا. طيب وانت عارفه كويس، ولولا انهم كانوا بينزلوا على قوائم التحالف كانوا بيسقطوا. كملي يا استاذه نشوى اتفضلي، لان انا مش هخلي الاستاذه نشوى تدي محاضره للشعب المصري وانا قاعد ساكت. طب انت اتكلمت، خليها هي كمان تتكلم. محاضره يا سيدي الفاضل، انا عندي دقيقتين وحضرتك قاعد في حلقه كامله. اتفضلي. مش محاضره. اتفضلي. الحقيقه الدموع اللي حضرتك يعني بتعز عليا انها تبقى باينه في عين حضرتك حزنا على المصريين اللي ماتوا. الحقيقه مش عارفه ليه انت مصر على ان اللي ماتوا عند الاتحاديه 6 من الاخوان واثنين بس من المصريين. يا سيدي الفاضل، هم كلهم كانوا دول مصريين يا ست، اخوان وغير اخوان، مصريين كلهم. انا بتساءل ليه 6 ما نزلوش واثنين نزلوا؟ ليه مصطفى خاطر اهتم بالاثنين دول وما اهتمش بالسته التانيين؟ بس الحرس الجمهوري ما تحطش ايديك، انت دي ناس رايحه تقابل تهاجم مؤسسه عسكريه، ايه المطلوب منك حتى لو ان ده تم حصل فعلا؟ ثاني، احنا في حالة حرب، إذا حضرتك مش مدرك ده، فحضرتك أنت والتحالف الشرعي مش مدركين ده. الإخوان قتلوا، الإخوان قتلوا، وأنا شاهدة على أحداث الاتحادية، أنا شفت بعيني. أنا عايز أحقق يا أستاذة نشوى. عايز لجنة التحقيق. أنا خلاص هي هتخلص ونكلم بعد كده براحتنا، اتفضلي كملي. ما حققش ليه يا فندم؟ مرسي كان رئيس دولة ولا ما كانش رئيس دولة؟ إذا كنتوا أنتوا حاسين إن هو دلوقتي أخذ منه حقوق الرئاسة، يبقى لم يكن يستحق أن يكون رئيس. كان رئيس لمدة سنة، ما حققش ليه في أحداث الاتحادية اللي حصلت بعد 3 شهور فقط من توليه المنصب. طيب أستاذة نشوى، أنا مضطر إن أنا يعني أنهي المداخلة لأنه ما عنديش وقت. دي نمرة 1. نمرة 2، أنا عايزك تعذريني لأن الحقيقة ليس الهدف من استضافة الأستاذ منتصر الزيات هو وضعه في يعني مأزق للهجوم عليه باعتباره مناصر لتيار دعم الشرعية. يعني هو حر في رأيه وفي مواقفه، والراجل يعني طول عمره ضيفنا وفوق راسنا من فوق. فإحنا هناخد استراحة إعلانية أخيرة، معلش أخرانية، وهنكمل معاكم بعد الفاصل. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة.